أسألك كثيرة جدا عن النادي الأهلي، لكنه أروح لأحمد الهواري. هل بتجديد فتوح دي خطوة أولى لمحمد صبحي ولضم لاعبين، خاصة مع اقتراب الإعلان عن إنهاء الأزمة المستعصية على الزمالك منذ سنوات وهي إيقاف القيد؟ زي ما حضرتك قلت كده كابتن، هي خطوة أولى بالفعل، لأن المجلس بمجرد ما تولى المسؤولية كابتن كان حاطط بنود كده أو عنده هي أولويات خاصة بفريق كرة القدم. أولها ملف تجديد فتوح، نعم، وفتوح تحديدا يعني هو رقم واحد بالنسبه لهم، تجديد فتوح. رقم اتنين القيد، نعم. بعد كده ياتي بقى اولويات كتير، الصفقات، المدير الفني الاجنبي، نعم، مستحقات اللعيبه، مقدمات العقود الجديده، انديه اخرى لها فلوس عند نادي الزمالك، اتحادات لها فلوس عند نادي الزمالك. كل ده كان ضمن 8 بنود محطوطه كده مجلس اداره حاطتهم خاصين بفريق كره القدم. نعم. اولهم كان فتوح وهو الملف اللي اغلق تماما. خليني اقول لحضرتك كده كواليس موضوع فتوح. هو موضوع فتوح بدا من فتره، كان هناك اكتر من جلسه مع اكتر من حد تدخل محبين لنادي الزمالك. العقد او بالفعل الاتفاق ابرزهم عمرو الجناني وجمال العدل، هما تحديدا، نعم، الاثنين مع الكابتن حسين لبيب. نعم. بالمناسبه هو الكابتن حسين اللي كان معاه الملف من مجلس اداره تمام. نادي الزمالك مع الاستاذ جمال العدل مع الاستاذ عمرو الجنايني، من هنا بنوجه لهم التحيه يعني، نعم، والشكر. وحضرتك عايزه يعني اشيد بجمله حضرتك قلتها في بدايه ازمه فتوح، ان الزمالك مش هيذبح فتوح. نعم، دي جمله يعني حضرتك اصبت فعلا في، نعم، قول ان الزمالك ما يذبحش فتوح، وبالفعل الزمالك خلص القصه. فتوح عقده يوازي او هو فئه اولى زي الراتب اللي الفرقه او مجلس الاداره عايز يحطه في الفرقه للاعبي الفئه الاولى، ولكن تم تعديل السنه الحاليه بالنسبه للاعب يعني 6 شهور اللي فاتوا باثر رجعي. وايضا انا ما بحبش اقول ارقام، بس لانه في ارقام متداوله 40 مليون و50 مليون. لا لا خالص و60 يا كابتن، مليون، خالص خالص انا خالص. اللي اعرفه باستثناء زيزو، خلي زيزو على جنب، ان الفئه الاولى لا تزيد عن 15 في الزمالك. دي حقيقه الفئه الاولى في الزمالك ما بتزيدش عن 15 مليون، ولكن فتوح تم تعديل السنه الحاليه اللي هي في العقد القديم، فتعدلت للاعب مع استمرار نسبه خصم ال 25% اللي كانت مخصومه للاعب اسرع ازمه. وقصه منح التعاقد فيما اعلم ايضا انه طلعت بس من بره النادي، خزينه نادي الزمالك لم تتحمل سوى العقد، ومفيش اي بنود استثنائيه، لكن احد محب النادي هو اللي تحمل الامر ده. طبيعي لو في رجل اعمال او محب او حاجه شايف ان ده لعيب كويس في الفرقه، نعم، وحاب ان هو يكون موجود وعايز يديله منحه او هديه او طرديه، ده بيحصل مع كل الفرق وبيحصل مع كل الانديه يعني، نعم. واغلق الزمالك الازمه تماما. في جزئيه في قصه فتوح يا كابتن، لو جه عرض اعاره لفتوح الزمالك مرحب، ما عندوش مشكله، عرض بره مصر، ما عندوش مشكله، ولكن مقابل مادي لا يقل عن 2 مليون دولار. تمام خلاص، ما بقى ملك النادي. طيب اروح